short vowels and the longer vowels. الأصوات المتحركة القصيرة والأصوات المتحركة الطويلة. الطويلة. We have five vowels. إحنا عندنا خمس حروف متحركة. حد يقولهم لي يلا. Five vowels. خمس حروف. كل حرف من الحروف المتحركة ليه نطقين. Short. Long. لو الكلمة فيها حرف متحرك واحد. Short. طبعا short. يعني قصيرة. حد يقول لي إيه الكلمة دي يا أولاد؟ عايزين ننطق أول حرف لوحده. حد يقول لي بقى ايه الكلمه دي؟ هي 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 هي. شوف الفرق هنا. طب ايه السبب هنا؟ حرف متحرك واحد. حرفين متحركين فانا بنطق حرف الايه بس. ايه تاني حرف من الحروف المتحركه؟ حرف زي كلمه انت الحرف ده لوحده. ايه الكلمه دي؟ الحرف اللي في النص ده ايه؟ ايه؟ اللي هو حرف الايه؟ طب ايه الكلمه دي؟ مي. هنطق حرف الايه ومده. اي. زي كلمه اي. وزي كلمه تي. اكسر. ايه الكلمه دي يا ولاد؟ الاي هنا شورت قصير. اي اي وين زي كلمه فيش. انما ايه الكلمه دي يا ولاد؟ حرف الاي وهنطقه زي ما هو. زي كلمة برضه هنطقه. زي كلمة لاي. بعد كده حرف عندما كلمة حتى حرف الأو ومده. أو حرف يو. إيه الكلمة دي يا ولاد؟ حرف اليو لوحده. طب إنما إيه الكلمة دي؟ هنطق اليو ومده. انما هنا يبقى عشان اعرف الفرق ما بين الشورت واللونج. You.
Excellent.